وإلى أولى فقراتنا مشاهدينا لهذا اليوم، ومع الفقرة الرياضية فقرة الصحة والنشاط والرياضة والتمارين الصباحية. صحيح الكابتن محمد حديد اليوم جاهز لمجموعة من التمرينات الرياضية راح يعرفنا عن. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. كيف حالك كابتن محمد؟ الله يسعدك. أول شغلة كل عام بخير والوطن بخير بعيد الأمنا. كل عام أنت بخير كابتن، ما شاء الله عليك. الله يعني كل يوم تعطينا بعض التمارين الصباحية الرائعة والجميلة. اليوم شو راح تقدم لنا؟ اليوم راح نلعب بالمنطقة السفلية للجسم اللي هي الأرجل والبطن. راح نركز عليهم شوي لأنه هاي المناطق عندنا شوي ضعيفة وحساسة. راح نعتمد عليهم اليوم في المطاط نفس ما لعبنا المرة اللي فاتت، وراح نلعب برضو بالأوزان خفيفة كمان. طيب أنا بس قبل ما تبلش كابتن محمد بدي أسألك سؤال صغير. كونه العمال معظمهم يعني بشيلوا أثقال، تعرف اليوم عيد العمال، بشيلوا أثقال بطبيعة الحال، يعني هم بيلعبوا رياضة باستمرار. شو الطريقة الصحيحة لأنه الواحد يشيل ثقل عن الأرض عشان يكون دائما حامل العمود الفقري له؟ هلا اول شغله احنا بدي احكي لك اياها، الموظفين او اللي بشيلوا العمال اللي بشيلوا الاوزان، هي يعني لا تعتبر رياضه زي ما احنا بنمارسها بشكل صحيح، مرات حتى بتكون مضره لانه هي بتكون يعني في حركات مضره، في تمارين شغلات بشيلوها بطريقه غلط، هي بتعمل لها اصابات. اغلبيه اللي بيجونا بالجمات بدهم يتدربوا بكون هم عمال، عندهم اصابات اثناء التمارين، عندهم تمزقات، عندهم ديسك، عندهم هاي كلها اسبابها عمليه انه اشيل الوزن ولا اشيل اي شيء بطريقه خاطئه. فاحنا نحاول دائما اي شيء بدنا نشيله لازم ظهرنا يكون دغري، ما في عندنا اي انحناءات، ما اجي بدي اشيل شغله ظهري ما يكون هون مقوس. احاول دائما انه انا ظهري ستريت، بدي اخذ شغله بقدر اجلس ظهري واطلع بطريقه صحيحه هون. احاول الانحناء، اي شيء في انحناء هون انا معرض نفسي للاصابه. عم تعمل لود على العمود الفقري، تعمل يعني بالزبط. زياده حمل على العمود الفقري. عشان هيك احنا دائما نعود نفسنا اي شيء بدنا ناخذه، حتى لو بدي اخذ شيء عن الارض مثلا وانا واقف بقدر اركي ايدي هون على شغله. امسك ظهري يكون ستريت واشيله. ما اثني حالي وامسك هون مره على مره بيعمل لود وبيعمل اصابه على العمود الفقري. جميل، كل الشكر كابتن، يعطيك الف عافيه. تفضل. تفضل. صباح الخير مرة ثانية. راح نبلش تمريننا اليوم إحماء بسيط هيك، بما أنه راح نلعب المنطقة السفلية تحت، راح نعمل ستريتشنج المنطقة السفلية تحت هون، ننزل مع بعض، ننزل شوي شوي، بنعد للعشرة عادة على كل منطقة هون، نحاول نعمل استطالة للعضلات، نعمل تشينج 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نحاول نعمل هذا التمرين ثلاث مرات اقل شيء. اوكي، هلا التمرين الثاني راح يكون رجلي بشكل 11 وانزل استطاله للعضلات الداخليه، نفس الشيء بنقدر نعد للعشر عدات ثلاث جولات هون، نعمل تشينج 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زي ما حكينا كل تمرين راح نلعبه ثلاث جولات تكرار 10 عدات. نعمل ستريتشنج هون للعضلات الخلفية، انزل شوي شوي هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، نعمل برضه هون للعضلات الأمامية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعمل تشينج هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مرة ثانية هون، نرجع هون، ننزل شوي شوي هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، هلا راح نلعب تمرين سكوات، راح نلعبه من دون اي شيء عشان احنا لسه بمرحله الاحماء. زي ما حكينا ظهرنا دائما ستريت دغري، ما في اي انحناءات هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
اوكي ناخذ اول تمرين معنا هون، نمسك الدامبلز، نفس التمرين نفس الفكره، الوزن اخليه فوق عندهم قبال وجهي، انزل شوي شوي 1 2 3 4 5 زي ما شايفين بنزل شوي شوي بطلع شوي شوي تفاديا لاي اصابات، خصوصا بس احرك منطقه المفاصل. اوكي هلا هذا اول تمرين، هلا التمرين الثاني راح يكون هون، بنزل رجل للامام رجل الثاني هون 1 2 3 4 5 احاول 10 عدات كل تمرين راح نلعبه. هلا بنعمل تشالنج على الرجل الثانيه زي ما حكينا، كل تمرين 10 عدات 3 جولات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي هلا راح نستعين شوي بالمطاط، هاي شغلات بسيطة دائما بتكون متوفرة في البيوت، يعني بقدر اجيبها من اي محل رياضة، سعرها كثير بسيط وكثير سهلة وكثير بتفيدنا. اوكي هلا نفس الشيء هون، نفس الفكرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي هلا راح يكون تمريننا واحنا جالسين، اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي راح نلعب هلا تمرين معدل كالعادة، هون ايدي تحت خصري 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زي ما حكينا اي تمرين راح نلعبه 3 جولات، كل جولة 10 تكرارات، ما بتهمني السرعة، بهمني اعطي الاداء يكون صحيح 100% واركز بالتمرين. التمرين الثاني هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا عادة يفضل بعد كل التمارين هاي نلعبها نلعب بلانك، يكون آخر تمرين يكون ثبات جسمي هون، راسي فوق، معدتي مسدودة، عضلات جسمي كلها مسدودة، قد ما بقدر أضلني ثابت هون في التمرين مرة ثانية دقيقة دقيقتين ثلاث قدر المستطاع، شو ما كانت المدة، مدة التمرين أو مدة إن أضلني على البلانك بتكون الفائدة أعلى وأحسن للاعب. بتمنى من الجميع يكونوا استفادوا معنا اليوم، التمارين كانت كثير سريعة وكثير لطيفة إن شاء الله، يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يعطيك ألف عافية كابتن، ما شاء الله عليك أبدعت. يعني بس كان في ملاحظة حكيت لك سمر ببداية التمارين الصباحية إنه لما نشيل الأوزان الثقيلة بجوز إنه لما تشيل وزن أكثر من حجم وزنك بضعفين، وإذا بتأكد علي المعلومة، وبالإضافة إنه لازم تشيل على ركبك مش على ظهرك يكون الحمل. بالضبط بالضبط، دائما تكون على الأحمال زي ما حكينا. هلا أي شيء لازم، وإذا ركبي كانت ستريت هون راح يكون في مشكلة كثير صحية كثير.
فلازم عادة لازم يكون في انحناء كامل هون مثلا هيك هون هي طريقة في عندي طريقة تانية بس أكون أنا جالس هون بقدر أشيل الشغلة وأطلع فيها إذا بنلاحظ ظهري هون طريقة صحيحة يكون مستقيم وأطلع فيها فدائما لازم يكون في إشي أنا أمسك فيه عشان أخفف اللود على الظهر جميل بقدر أمسك كرسي أشيل أحط إيدي هون أشيل في عندي أكثر من طريقة الله يعطيك فلازم إحنا نحافظ على حالنا خصوصا العمود الفقري أكثر منطقة معرضة للإصابات فعلا فعلا هي فإحنا نحاول يعني إذا بتلاحظ ما في يعني من 10 بتطلعي 7 عندهم ديسك فهاي هي المشاكل اللي بتصير عمود الفقري إذا صار في عطب يعني صعب حتى علاجه بتعرف صحيح. أنت قد إيه في تأهيل دائما عندي استفسار وفضول كوتش محمد أعرف الكوتشات لما بيعطلوا ولا بيسافروا بيضلوا يلعبوا رياضة لحالهم حتى لو ما عندهم شغل دائما نفسي أسأل لازم الكوتش لازم تعترف هاي على الهواء مباشرة ولا بتعتبرها خلاص أنا ما بدي ألعب رياضة أنا ممارس الرياضة من عمري 9 سنوات أنت بتلعب رياضة من عمرك 9 سنوات اليوم اللي ما بنلعب فيه رياضة يعني صارت عندي إصابة ايه؟ بتمنى من الجميع إن شاء الله ربنا يحمي الجميع الأيام اللي ما لعبت فيها رياضة كنت كتير ستريس والله كتير نفسيتي تعبانة موضوع جميل الرياضة جميل في عندي صحيح. هيك إشي ناقص من حياتي ايه؟ فالرياضة هي جزء كيف إحنا بنأكل نعمة كيف إحنا بننام فعلا فهي جزء تيجي من السلسلة هاي الله يعطيك الصحة فسافرنا رحنا جينا رياضة فنفس الفكرة يعني أول ما أوصل على البلد بكون حاكي لأخوي مثلا احجز لي بالجيم عشان رح نتدرب أنا وياك كل الشكر لك كابتن يعطيك ألف عافية شكرا جزيلا لك